حتى أواخر سبعينيات القرن الماضي كانت سول غارثيا وجها مألوفا في زنقة ابن زيدون في العرائش. الإسبانية التي رأت النور في هذه المدينة أواخر عشرينيات القرن العشرين ظلت مرتبطة بها، لم تغادرها بعد وفاة زوجها في العام 72-900 في حادثة سير بإسبانيا. كان لهما ولدان، رحل أحدهما إلى غرناطة من حيث تنحدر عائلتهما، وآخر استقر في كاراكاس بفنزويلا حيث يعمل طبيبا. كانت فاطمة التي خدمت أسرة غارثيا منذ منتصف الستينيات الشخص الوحيد الذي يتردد على منزل السيدة سول في زنقة ابن زيدون. وكثيرا ما شوهدت المرأتان وهما في طريقهما إلى السوق أو هما في جولة على الكورنيش في مساءات الربيع والصيف. كانت فاطمة كذلك تناديها سول رغم أن اسمها عائشة امرأة طلقها زوجها وترك لها رعاية طفلين، هما الآن شابان يعمل أحدهما في النجارة بينما تعاطى آخر لتجارة السمك. كانت المرأة تسكن منزلا في عمق المدينة القديمة ورثته عن والدها وآوت إليه برفقة ولديها لما طلقها زوجها. يلح الشابان على والدتهما في التخلي عن العمل في منزل تلك الإسبانية، ولكنها ظلت ترفض. السنون التي أمضتها في خدمة تلك العائلة الإسبانية جعلتها ترتبط مع السيدة سول بعلاقة صداقة حقيقية. وبعد أن صارت سول غارثيا وحيدة لم يعد في البيت ما يستدعي حضورها بشكل يومي، ولكنها مع ذلك ظلت مواظبة. كانت تقضي معظم الوقت في أحاديث لا تنتهي مع سول التي كانت تحكي لها عن أيام شبابها الأولى وعن قصة الحب التي جمعتها بزوجها بيدرو. كلما أتت على ذكره تعتري نبرة كلامها رعشة. لم يكن في الحياة اليومية التي تجمع فاطمة أو عائشة بسول ما يلفت النظر، كذلك ظلت حتى قررت السيدة سول في العام 78-900 الرحيل إلى إسبانيا. كانت تقترب من الستين وقد بدأت تعاني من متاعب صحية. قالت ذات يوم لفاطمة إنها قررت الاستقرار في إسبانيا وعرضت عليها مرافقتها إلى غرناطة. كان رد فاطمة أن الأمر يتطلب تفكيرا جيدا وأن كل قرار يبقى رهينا بموافقة ولديها. في أواخر أبريل من العام 78-900 بدأت سول تستعد للانتقال إلى إسبانيا. قررت الاحتفاظ بالمنزل الذي تملكه في شارع ابن زيدون، فقد تقضي به بعض الأوقات خلال السنة، كما أن ولديها قد يستعملانه لعطلهما في المغرب. لم تكن الإسبانية امرأة ذات غنى، وكانت تعيش مما تحصل عليه من منحة تقاعد زوجها من الجيش الإسباني ومما يبعث به إليها ولداها. كان ساعي البريد الذي يعمل في الحي الذي تسكنه سول يسعد كثيرا يوم يأتي للمرأة بحوالة من الحوالات، فقد كانت تكرمه محافظة بذلك على تقليد قديم يراد به تكريم الخدمة النبيلة التي يقوم بها سعاة البريد. طرحت فاطمة موضوع الاستقرار في إسبانيا مع ولديها البشير وعبد الملك، وافق على مضض. وقد حدث البشير الذي يعمل في تجارة السمك شقيقه عبد الملك وهو نجار بأن إقامة والدتهما في إسبانيا ربما مكنتهما من البحث عن فرص للعمل أو لاكتساب تجارب جديدة. لم تخفي سول غارثيا سعادتها يوم أبلغتها فاطمة بأنها موافقة على الذهاب معها إلى غرناطة. قررت أن يكون السفر يوم 20 مايو المقبل. كان أمامهما نحو 3 أسابيع لإتمام الإعداد للرحيل. يوم 19 مايو ودعت فاطمة ولديها وأوصتهما بالاعتناء بنفسيهما وبالبيت. كان المقرر أن تبيت تلك الليلة في منزل سول غارثيا. تبادلت الحديث حول مواضيع شتى كما تعودت على ذلك، ثم آوت إلى فراشيهما. كان عليهما أن تنهض باكرا وتتوجه إلى المحطة من حيث ستركبان حافلة تحملهما إلى طنجة من حيث ستبحران إلى الجزيرة الخضراء. في حدود 4 فجرا
سمع طرق بالباب. استيقظت فاطمة أولا، أنارت الغرفة حيث كانت تنام. كان الطارق يلح، ثم استيقظت صول. التقت في الصالون، كان الطرق مستمرا، لم ترد. ظلتا الواحدة بجانب الأخرى تترقبان، ترهفان السمع. كان السكون يعم بعد كل نوبة طرق. من بعيد سمعتا صوت نافذة تفتح، ثم عاد السكون. اقتربت فاطمة حافية القدمين وألصقت أذنها بالباب. فاجأها سعال باغة الذي يقف في الخارج، ثم سمعتا خطواته وهو يبتعد. جلستا في الصالون وهما تتساءلان همسا عمن يكون ذاك الذي كان يلح في طرق الباب. كانت الساعة تقترب من الخامسة صباحا لما أيقظهما الطرق من جديد. قررت فاطمة أن ترد. تقدمت إلى الباب وسألت: من؟ جاءها صوت خشن لم تسمعه من قبل: أنا أريد طعاما، أنا جائع. هناك منازل أخرى، لما جئت تطرق بابنا نحن؟ لم يأتي أي رد. ثم بعد ثوان عاد ليكرر أنه جائع وأنه لا يريد إلا طعاما ويرحل. رأت سول أن تقدم له بعض الطعام عله يمضي إلى حال سبيله. كانت فاطمة ترى أن الأفضل ألا يفتح الباب، ولكن سول ردت بأن الصبح قد انبلج وأن الحركة بدأت تدب في الشارع. كانتا تسمعان أصوات مارة في طريقهم إلى العمل. كان ذلك مما شجع سول على إعداد قطعة خبز وضعت بها جبنا وسلمتها لفاطمة. اقتربت من الباب، كانت تحس به ملتصقا به. أدارت المفتاح في القفل، ثم حركت المزلاج الذي أحدث صوتا، ثم فتحت الباب. لم يمهلها الذي بالخارج إذ اندفع إلى الداخل. سقطت فاطمة على الأرض بينما بادر هو إلى إغلاق الباب بسرعة. كانت سول واقفة في الصالون تنظر إليه. نهضت فاطمة وقد فاجأتها برودة الدم التي كانت تبدو على سول، ولعل الذي اقتحم المنزل لاحظ ذلك. ظل لعدة ثوان ينظر إليها مشدوها، ثم بادرتها: لماذا اقتحمت علينا البيت؟ ألم تطلب طعاما؟ وتعلم أننا ما فتحنا الباب إلا لنقدم لك الذي طلبت منا. كانت سول التي تتقن الدارجة تتكلم بنبرة تشي بأنها لم تكن مغربية. لم يرد، تقدم نحوها. قبل أن يصل استل من مكان ما من جسمه النحيل سكينا من الحجم المتوسط. لحظتها فقط نطق، قال بصوته الخشن: سأبقى هنا حتى أضمن سلامتي، ولن يصيبكما مكروه ما بقيتما هادئتين. كان الرجل الذي بوجهه لحية تعود إلى بضعة أيام يبدو في الثلاثين من العمر. كان شعره الأسود الغامق يتدلى على قفاه. جاءت فاطمة ووقفت بجانب سول. كان السندويش الذي أعدته المرأة الإسبانية على الأرض، ولكنه كان ملفوفا في كيس بلاستيكي لم يتناثر محتواه. انحنى نحوه، لم تبرح عيناه المرأتين. أخذه، دفعهما نحو الصالون واتخذ مكانا في زاوية مقابلة لهما. كان يمسك السكين بيد بينما كان يمسك السندويش بيده الأخرى وينهش منها. ثم نطق بصوته الخشن، نظر إلى فاطمة وقال لها: أريد ماء، أسرعي. دلفت المرأة إلى المطبخ، كان يتابعها حتى اختفت وراء الباب. ثم سمع صنبور يفتح. لم تتأخر، ظهرت وبيدها كأس ماء. أمسك الشاب الكأس وأفرغه في حلقه، ثم تجشأ. كانت سول تراقبه بنظرات نفاذة. اقترب من كرسي يغلفه ثوب تداخلت على صفحته أشكال من زهور وأوراق. كان يمسك السكين بيده اليمنى، نظراته الحادة تثبت المرأتين مكانهما. كانتا خائفتين، ولكن سول التي عملت ممرضة قبل سنوات بعيدة بدت محتفظة ببرودة دم. كانت فاطمة تنظر إلى الرجل الشاب في صمت.
ثم جلس على الكرسي، التعب باد على وجهه، بسحنته صفرة كتلك التي تعلو وجوه الذين لم يناموا وقتا كافيا. ثم بدأ يظهر عليه ارتخاء يزيد منه دفء المكان. عند الباب سمع محرك سيارة توقفت. نهض الرجل من مكانه واقترب. كانت الساعة تدنو من السادسة صباحا. رصد حديثا بين رجلين، قال أحدهما: لا أظن أنه مر من هنا، ربما ذهب إلى المرسى. حسب أنه المعني بذلك الحديث، وظن أن السيارة سيارة شرطة. ثم سمع هدير المحرك يبتعد. لم يعد يأتي من الشارع سوى صوت وقع خطى عابرة. عاد ليقتعد الكرسي المغلف بثوب به أزهار وأوراق نباتات. كانت سول قد جلست في مكان مقابل له تماما، ثم رأته يتراخى، أسند ظهره ثم أطلق رجليه، ثم مال رأسه على جانبه الأيمن ونام. نظرت فاطمة إلى سول، كانت تبتسم بلؤم لم تعهده فيها. ظلت مكانها، ولما بدأ يغط نهضت وطلبت من فاطمة أن تأتيها بحبل كانت تحتفظ به. على غطيط الرجل أنزلتاه من الكرسي ومددتاه على أرضية الصالون، ربطتا رجليه وكبلتا يديه، كانتا تخشيان أن يستيقظ. ثم من هاتف منزلها المعلق في المطبخ اتصلت سول بالشرطة. بعد أقل من نصف ساعة حضرت سيارة للأمن الوطني بها 5 أو 6 رجال. كان الرجل غارقا في نوم عميق، ولقد أسرت سول إلى الضابط الذي رأس الفرقة التي حضرت بأنها سقت السندويش بشراب منوم قوي المفعول. كان الشاب الذي يدعى عمر الرماني قد فر من حافلة لنقل سجناء ساعات من قبل حين توقفت بمدخل العرائش. كان محكوما عليه بالسجن 20 عاما بعد أن أدين بالمشاركة في جريمة قتل في تطوان، وكان ضمن مجموعة من السجناء الذين تم ترحيلهم إلى القنيطرة. أرجأت سول وفاطمة سفرهما، ولم تبحر من طنجة سوى شهر بعد الذي حدث.